طيب يعطيكم العافية مرة ثانية. مثل ما حكيت امتحاننا ب 26 يعني 11، مدة الامتحان غالبا راح تكون 50 دقيقة، يعني هاي التعميم اللي اجانا اكثر مدة ممكن هي 50 دقيقة. وطبيعة الامتحان راح ارجع يعني اخبركم فيها ان شاء الله بالمحاضرة القادمة، واللي عنده اي سؤال من هون للمحاضرة القادمة عن اي موضوع بخص الامتحان حضرني المحاضرة القادمة إن شاء الله، يعني كل أسئلتكم راح نجاوب. أوكي. هلا الماتيريال اللي موجودة على اللهم صل على محمد، الماتيريال اللي موجودة على على الإي ليرنينج هي موجودة على شكل يعني لينكس لفيديوهات على اليوتيوب، في اكسرسايز موجود برضه ممكن تطلعوا عليه. هلا السلايدات اللي موجوده برضه هي مرجع لكم، ممكن برضه نرجع اعملكم ابلود لسلايدات الكتاب تطلع عليها برضه از ريفرنس، بس ما تكون 100% الريفرنس لكم لانه بالكتاب احنا زي ما حكيتوا في اشياء مثلا بتكون اضافيه احنا ما غطيناها، بس انه ممكن هاي يعني هذا مثل هذا السلايد اللي امامي وهذا السلايد الكتاب ممكن اعملكم له ابلود برضه تقدر تطلعوا عليه تشوفوا اكزامبلز تشوفوا مثلا سنتكس معين تراجعوا اشياء، كون هو يعني بغطي معظم الأشياء اللي احنا وأكثر حتى من الأشياء اللي احنا بنغطيها في المادة. تمام؟ أي سؤال أي استفسار؟ أوكي. اليوم مثل ما أنتم شايفين احنا عنا تشابتر جديد وموضوع جديد. كنا حكينا احنا في بداية الكورس انه احنا المادة تبعتنا راح تكون مقسمة إلى 3 parts أساسيات. الجزء الاول اللي كان بالشابتر الاول موضوع اللي هو يعني انتدكشن على الانترنت تكنولوجي واهميه الانترنت والامور هاي، بس كان عندنا الجزء الاساسي اللي هو الاتش تي ام ال هذا سنتكس وكيف احنا الهايبر تكست مارك اب لانجويج كيف ممكن نعتمد عليها ونستخدمها في تصميم صفحات الويب. بعدين حكينا عن السي اس اس اللي هي الكاسكيدنج ستايل شيتس، هذا الجزء برضو مهم من هاي الماده وراح نغطيه لانه هو ضروري جدا في عمليه الويب ديزاين والويب ديفلوبمنت بخصوص الفورماتنج والامور هاي. الجزء الثالث اللي بعد السي اس اس اللي هو الجافا سكريبت، برضه هو جزء مهم جدا في موضوع الكلاينت سايد سكريبتنج وكيف احنا ممكن يعني نطلع بويب سايت او بويب بيج تكون يعني يوزر فريندلي وفيها كل الاليمنتس والكومبوننتس اللي احنا بحاجتها وراح نغطيها في او راح نحتاجها في تصميم الموقع تبعه. تمام. فهي كلها تولز او ادوات ممكن تساعدك انت تطلع بافضل ديزاين وافضل تصميم للصفحه صفحه الويب اللي انت ناوي تصممها. تمام. فالكاسكيدنج ستايل شيتس تذكروا كنا حكينا عنها انتدكشن، هي يعني كلاينت سايد خلينا نحكي تول مهم جدا، وهي يعني انتجريتد او امبيدد مع ال HTML، يعني انت ممكن تستخدمها بنفس الطريقه او بنفس الكود الخاص بصفحه ال HTML. ومهمتها او يعني ميزتها انها بتساعدك تعمل برزنتيشن افضل للويب بيج تبعتك، بمعنى انه هي راح تتحكم في تعطيك اليه بسيطه او طريقه بسيطه ممكن من خلالها تتحكم بالستايل او الشكل او النمط الخاص بالويب بيج تبعتك، بمعنى تتحكم بالخط بانواعه بشكله بالالوان بالسبيسينج بكثير تفاصيل لها علاقه بالديزاين او الشكل العام للويب دوكيمنت اللي انت قاعد بتصمم فيها. تمام. ميزه السي اس اس انه انا عندي اكثر من طريقه ممكن انا اضيفها او يعني اعرفها على ال HTML او اتعامل معها، يعني اللي منكم بيعرف انه احنا اوريدي استخدمناها في الشابترز اللي فاتت، يعني الجزء اللي كنا نحدد فيه الستايل ونحدد فيه الفونت كلر ونحدد فيه الباك جراوند كلر ونحدد فيه السايز للفونت وكل هاي الامور، هذا كله كان هو عباره عن ستايل سكريبت، لذلك كنا نحن نستخدم الكيورد او هذا نكتب ستايل وبعدين نكمل البروبريتي او الفاليوز اللي احنا بحاجتها، هذا كله عباره عن ستايل سكريبتنج باي ذا واي. فانت اوريدي احنا استخدمنا جزء منها في ال HTML، هذا بنسميه الانلاين
سكريبتينج او الانلاين يعني كاسكيدنج ستايل شيت. وفي عندنا اكثر من طريقه ممكن نستخدم فيها الستايل شيت. ميزه برضه الستايل شيت انه انا الكاسكيدنج ستايل شيت انه انا هلا بتذكر كل ما نكتب احنا صفحه الويب دوكيمنت او الويب كومبوننت وكنا نغير كل الفورماتنج لها بكل كومبوننت نغير فورمات معين. هلا اذا انت عندك ملتيبل ويب بيجز بشغلك يعني عندك ويب سايت وفي اكثر من ويب بيج وكل هالويب بيج ريليتد مع بعض بوجود الستايل شيت انت تقدر تحدد الستايل النمط العام وهذا كله ينفرض على كل الويب بيجز اللي انت بتعملها. فبالتالي انت مش مضطر تعدل الفورمات او الشكل لكل ويب بيج او لكل كومبوننت جوا الويب بيج لحاله، لا انت هذا الشيء ممكن يعني تستخدمه بحيث انه اللي اوت او الشكل العام للمالتيبل ويب بيجز اللي عندك كلها تتعدل مره واحده بطريقه واحده. تمام. فهذا التشابتر غالبا راح نغطي كل يعني معظم الاشياء المتعلقه بالكاسكيدنج ستايل شيتس. الستايل اللي احنا راح نعتمده زي ما حكيت لكم عندنا اكثر من نوع، عندنا الانلاين الامبيدد والكونفليكتنج الاكسترنال ستايل شيتس، كله هذا الاشي راح نحاول نطبق عليه وناخده خلال هذا الكورس. هلا بس عشان تتذكروا اللي هو الستايل شيت وكيف احنا طبقنا عليه، اذا بتتذكروا في يعني لما كنا نروح نفتح نيو ويب دوكيمنت، اوكي لو فرضا بس از اكزامبل بسيط يعني بس اذكركم فيه عشان الناس اللي مش متذكرين، لما كنا نروح نحكي هيك HTML اوكي باكسلاك HTML اوكي نروح نحكي مثلا بالبادي اوكي كنا نروح مثلا نعمل هاي البادي اوكي نروح نعدل مثلا باراجراف معين اوكي نحط مثلا هاي الكلمة اوكي لما كنا نروح نستخدم مثلا الكيورد ستايل اوكي نروح نحكي له هي بروبرتي احنا بدنا اياها مثلا الكلر اوكي نقول له اوكي نعمل له اياها بالسنتكس اللي شايفينه مثلا اوكي هاي الستيتمنت هي عباره عن اللي هي كاسكيدنج ستايل شيت يعني انت هنا بتستخدم الكيورد ستايل معناته هي تابعه للسي اس اس اوكي هاي الطريقه اللي احنا استخدمنا فيها الكاسكيدنج ستايل شيت هاي اللي بنسميها الانلاين ستايلينج انت بتكتب التاج تبع الاتش تي ام ال اوكي ومن ضمنه بتعدل الفورمات او الكلر او اي صيغه بدك اياها بناء عليه انت بتغير الفورمات فهذا هو اللي بنسميه الانلاين ستايل شيت اوكي بس عشان تشوف هذا طبقناه اوريدي اوكي بس عشان يعني نذكركم في ديكلير انديفيدوال اليمنت فورمات يوزنج اتش تي ام ال اتريبيوت ستايل يعني انت نفس الطريقه بالاتش تي ام ال هلا لما كنا نغير اكثر من فاليو كنا نستخدم السيمي كولون صح ولا لا تتذكرون نستخدم السيمي كولون نعدل اكثر من فاليو تكست الاين مثلا نقول له تكست الاين صح تذكروها الاين نقول له مثلا سنتر هاي اللي هو بنسميه الاين ستايل شيت اوكي هلا هذا الجزء اوريدي احنا اشتغلنا عليه وطبقنا عليه بال HTML اللي بنسميه الانلاين ستايل يوزنج الانلاين ستايلز اوكي والشكل العام يعني هنا بعض البروبرتيز او الاشياء اللي راح اوريدي يعني درسناها الكالرينج اوكي الكالرينج فورمات والفاليو هاي الاسكي كود اللي هو هلا الجزء الثاني اللي هو راح نتعرف عليه اللي هو بنسميه الامبيدد ستايل شيتس هلا هذا التكنيك بنستخدمه بحيث انه تقدر انت تختار الاليمنت اللي بدك اياه في الاتش تي ام ال اي اليمنت يعني تستخدم تعدل على الهيدر على
على الباراجراف، تعدل على اي اليمنت من التيبل معين، بس في مجرد انت تختار هذا الاليمنت وتحدد له الستايل بالهيدر سيكشن اللي موجود في الدوكيمنت. يعني احنا مش هون بالكود حطينا جوا البادي الستايل، الان انا بقدر انا اضيف جوا الهيدر اوكي كلوا معي يا جماعه، حاسس في هدوء اليوم، رجعت نمتوا معك دكتور. اوكي خلدون تمام. هلا احنا هذا الانلاين او سوري الامبيدد ستايل شيتنج او الامبيدد ستايل، انا بروح بعرف الستايل لإليمنت جوا الكود. يعني انا هنا عرفنا الستايل نسميه انلاين هاي الطريقه اوكي. الامبيدد لا، انا بروح بختار الاليمنت اللي انا بدي اعدل عليه وبعدل على الستايل تبعه باستخدام التاج ستايل اوكي اوكي. اختار انا جوا التاج ستايل اي اليمنت انا بدي اعدل عليه، فور اكزامبل الباراجراف اوكي، بروح بحكي له بس الباراجراف البي اوكي، بستخدم هذا القوس وانا لو والله اسمه اللتر عادي اوكي، بدل اللتر تفرقش بس يعني عشان ما تخربطوش اوكي. وجوا هذا القوس بعدل انا الستايل او بختار البروبريتيز او الفاليوز اللي انا بدي اعدل عليها. هلا هذا كله انا عدلته، هون لو رحت استخدمت الباراجراف يعني لو شلنا هذا الستايل على سبيل المثال اوكي، رحت هنا عملت اكثر من باراجراف باي تكست اوكي، هذا كله راح يتبع الفورمات اللي انت محدده هون. فانت مش مضطر تحدد الفورمات كل مره لما بدك تضيفه لكل اليمنت موجود عندك في جوا البادي، انت بس بالستايل بتحدد شو الاليمنت وبتحدده اوكي، بنعطيه الفاليوز او الفورمات اللي بدك اياه، بعدين انت بتصير هو خلاص بيطبقه على كل الاليمنتس اللي هي تابعه للباراجراف. لو بدك تختار اليمنت ثاني نفس الطريقه، مثلا عندي هيدر نختار اذا كان في عندي بالصفحه اتش 1 او هيدر بليفل 1 استخدم لي هذا الفورمات له مثلا اوكي. ونسكر القوس اوكي. فهون انا لو استخدمت الهيدر اكثر من مره هو راح يتبع ياخذ الستايل اللي انت محدده في التاج جوا التاج ستايل. وصلت الفكره؟ هذا الامبيدد الامبيدد ستايلينج اوكي. انت بتحدد الاليمنتس اللي جوا ال HTML اللي انت راح تعدله اوكي، وبناء عليه بتضيفهم في البدايه. حتى البادي مثلا بتعدل تحط فورمات للبادي بشكل عام بتحطه جوا الستايل وبتعمل له. حد عنده سؤال؟ اي سؤال لحد الان؟ حد عنده اي سؤال لغايه الان؟ طيب هل نطبق على هذا نكتب كود مباشره؟ خلص. فالامبيدد احنا ضفنا جوا جوا الهيد اللي هو التاج ستايل اوكي، جوا التاج ستايل حددنا الباراجراف مثلا، حكيت له انا جوا الباراجراف مثلا بدي الكلر زي ما عملناه هذا يكون شو اللي هو مثلا ريد اوكي. وبعديها لازم نستخدم اذا بدي اعدل اكثر من واحده بدي استخدم سيمي كولون، بعد مثلا استخدمنا احنا قبل شوي تكست الاين برضه اوكي مثلا سنتر اوكي. اوكي مثلا اتش 1 نعدل الفونت فاميلي اوكي، مثلا استخدم فاريا اوكي، ممكن نعدل الفونت سايز او خلي الفونت سايز الهيدر اوريدي هو يكبر الحق للباراجراف مثلا فونت سايز مثلا نعمل لي اياه 18 مثلا اوكي. هيك انا ضفت
لا هو ما بيهتم بصراحة إذا أنت بتستخدم الباراجراف أول أو تستخدم الهيدر بيجي أول عندك بالكود هون. يعني لو جينا هون حكينا له H1 okay. This is CSS مثلا example. جيت هنا قلت له testing embedded اسمه style مثلا بنفس الطريقة. احنا ضفت لكل element، لو ضفنا اكثر من header مثلا هون رجعنا هنا header 1 introduction مثلا اي شيء هو راح يتبع ياخذ نفس الستايل. فايل سيف راح نحدد sample.html okay. لاحظوا انه نوع الخط للهيدر التزم فيه حسب ما احنا عارفينه اوكي اللي هو الاريال، والفورمات او الستايل اللي حددناه للباراجراف تيستينج ستايل هو نفسه 18 غير اوكي. هلا لو شلنا هاي على سبيل المثال بس عشان اخبركم انه هاي اوكي كنترول اكس اوكي ضفناها قبل البي ما راح يفرق اي شيء. ما في اي فرق اوكي. المهم انت بتعرف تقول له شو عندك كومبوننت جوا ال HTML الاليمنتس اللي موجوده جوا ال HTML هيدر او باراجراف واي اليمنت ثاني، خذ الفورمات او الستايل تبعه اللي موجود هون اوكي. هذا عنده اي سؤال لغايه الان؟ حدا عنده اي سؤال؟ طيب هلا بالنسبه للسنتكس الخاصه بالسي اس اس، هذا اللي هو الباراجراف او الاتش 1 هذا اللي هو بنسميه يعني اللي هو الاليمنت اللي بدك انت تحدد تعمل له ستايل جوا الاتش تي ام ال اوكي. يعني سنتكس وايز هذا اسمه السلكتر اوكي، هون اسمه الديكلاريشن، انت عرفت عرفت ديكلير للفورمات او للبروبريتي اللي بتعدلها اوكي. حددت له البروبريتي، انت بتغير الفاميلي سوري الفونت فاميلي، بعدين تعطيه الفاليو، وبعد كل ستايل او بعد كل يفضل السنتكس ان نستخدم السيمي كولون. طبعا السيمي كولون في حال ما استخدمناها اي ثينك مثلا هون think it will browse up لاحظتوا انه ما اخذ الفورمات اوكي، لانه انا عندي مالتيبل بروبريتيز اكثر من بروبريتي، فيفضل لازم تستخدم السيمي كولون بعد كل بروبريتي. لو كانت هي لحالها زي انا هون مثلا كنت ناسيها بالخطا اوكي نقدر نفلش اقبلها ما في مشكله، بس لما يكون عندي اكثر من بروبريتي يعني زي كلر تكست الاين بنفس الديكلاريشن اوكي لازم بعد كل واحده نستخدم السيمي كولون تمام. فبالستايل عندي انا اللي هي السلكتر او الاليمنت اللي بدي اعدل عليه في الاتش تي ام ال، بعدين عندي الديكلاريشن اوكي هذا كله ديكلاريشن بنعرف البروبريتي
والفاليو لكل بروبرتي بدي اعدل عليها. تمام؟ وانا بعدين انا صار استخدمها بالطريقه اللي انا شايفها مناسبه. حدا عنده اي سؤال لغايه الان؟ No questions. Chat. Center 18 Vix مش not working. أو ثواني بس. نربط بال. نجرب. شكرا نغيت. تابع معنا والله. نقول سنتكس خطأ تبعت السنتر. نعملها رايت. نشوف. دكتور بس لو نشيل اليساوي ونحط نقطتين. والله إنك صادق. شايفنا كيف أخربطها. أنا بحكي تبعت شو؟ أوكي أنا صارت رايت. شكرا. يعني لاحظوا إنه زي ما حكيت لكم بشكل عام بالأجمل ممكن ما يطلع لك إيرور، بدك تنتبه أنت للأوتبوت. أنا آسف انتبهت والله طبعا يعني سبحان الله خلاص شفت تغير لون الخط ما دققت على بقية الإيرمنت اللي هو ناس أنت. أوكي تمام. شكرا يا غيث. حد عنده اي سؤال ثاني اي استفسار؟ نرجع بس انا على السلايد شو اذا في شيء ممكن مثلا نعطي هذا الامبيدد. اوكي طبعا احنا هلا لقدام راح نصير نتعرف على اكثر من بروبريتي جوا الفيد. يعني مثلا هون امامكم الفونت ويت بروبريتي اللي هي بيحدد لك مدى يعني اللي هي البولدنس نسميها. يعني انت مش تختار بروبريتي اللي هي مسميها بولد، الا في عندك درجات بالبولد. يعني في شيء مسميه بولد، في شيء نورمال الديفولت، في شيء بولدر، في شيء لايتر وكن بولدنس. يعني كان هاي اللي هي ممكن الواحد من البريتيز اللي راح ندرس او نطبق عليها. راح نحدد اكثر من البروبريتي. هاي الفونت فاميلي في اشياء اوريدي اخذناها بس في اشياء راح نرد ناكد عليها بتفاصيل اكثر. اوكي الكلاس اللي هو البيرنت انتر راح برضه هذا كومبليت ستايل خليه. اوكي خلينا اليوم ناخذ بس انترودكشن يعني بسيط لل شو اسمه للكاسكيد ستايل شيت. ممكن نعدل على الباك جراوند مثلا. لو رحنا هون عدلنا له مثلا يعني بس لل اوريدي اي ثينك انه انتو رحنا على البادي. نعدل على البادي مثلا. اوكي على سيلكتر. جوا البادي مثلا راح نعمل له مثلا
يعني كمان فاتحة ممكن تسكيل لون بخوف صح. ممكن بكل بساطة لاحظوا أن مثلا هنا أنا بس أورجيكم بعض الإشي مختلف. يعني هون لاحظوا أنا هون البروبريتي مثلا بال H1 أوكي نفسي بنسيتهم كل ما في تعارض. يعني ممكن تستخدم اكثر من نفس البروبرتي بس ان تحدد الاليمنت اللي هون مثلا الكلر تستخدمه يكون شلون تغير انت من البروبرتيز راح تحاول يعني تغطي او تظهر عندك في جوا الستايل او جوا الويب ويب بيج او دوكيمنت ستايل. طيب حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ انا بس يعني اليوم هو كان انترودكشن على هذا التشابتر وغطينا الجزء من الامبيدد. راح ناخذ يعني مور اكسرسايز على هذا الموضوع كيف ممكن نستخدم الستايل شيتس في انه نعمل ديفرنت لاي اوت للبيجز تبعتنا وكيف ممكن تريحنا في الفورماتنج للويب سايت اللي نشتغل عليه. هذا عنده اي سؤال اي استفسار؟ ما في اسئله. يعطيك العافيه غيت شكرا لك. حد عنده اي سؤال يا جماعة؟ يعني مش بخصوص السي اس اس، بخصوص الامتحان، بخصوص يعني غير بخصوص المادة اي شيء. بتمنى انه ما تراكموا المادة، يعني تبلشوا هيك لو تدرسوا كل يوم شوية على المواضيع اللي اخذناها بحيث انه ما تخليش كل شيء لوقت الامتحان. يعني واذا ظهر معك اي سؤال اي شيء مش واضح احكوا لي، نعمل أي وقت نعمل محاضرة لو إضافية كانت خارج وقت محاضرتنا بحيث إنه اللي عنده أسئلة بيقدر يجاوبها نجاوب له إياها خلال يعني هاي المحاضرة. تمام؟ أوكي خلص. ما إنه فيش أسئلة راح أكتفي هون اليوم لأنه عندي اجتماع مع الدكتور عيسى فبدي ألحق الاجتماع. خلص يعطيكم ألف عافية. لو سمحت حطوا الاي دي تبعكم في الشات، واللي ما عنده أي سؤال ممكن يغادر المحاضرة. شكرا لكم.